وهيجي ناس كتير جدا تبرر الكلام ده وتبرر الممارسات الخاطئة، حاجة زي الختان مثلا بيطلعوا يبرروها ويعملوها، مع انه واقعا هو شايف، هو شايف بس شايف ومش شايف، تعرف انت شايف ما شافش حاجة، زي شايف ما شافش حاجة كده، هو شايف ما شافش حاجة، الصلة بالواقع متدمرة، وبالتالي هو مش بيقراه، هو صلته بماضي صحراء الصحراء العربية صلته بيها أقوى بكتير جدا من صلته بالواقع، وهي دي لها اليد العليا وده لها الهيمنة وده لها الايه الكلمة النهائية. طبعا الحياة بتضطره زي ما قلت لحضرتك، حتى شيخ الأزهر راح اتعالج في ألمانيا لما عيا، يعني ما حطش قطر بول بعير، كان خف مش وبول البعير ده ايه، مش في حديث انه روحوا اشربوا بول بعير هتبقوا كويسين؟ طب كويسين ليه؟ عشان والله كان عندهم استسقاء. ايه الاستسقاء؟ ميه في البطن، ده حاجه بسيطه، ده حاجه خطيره، لو سمعت ان في واحد عنده استسقاء اعرف انه ايه عمره زقزق غالبا ايا كان السبب، يعني اعرف انه ده يعني ايامه في الدنيا معدوده، حاجه خطيره جدا. ده يشرب بول بعير هيبقى كويس؟ يعني بالعقل كده، انا راضي ذمتك، وانت راجل يعني ما انتش ما لكش في الطب خالص، اي يعني ازاي يعني؟ بس في ناس قادره على انها تقول لك وتبرر بقى، ومع مع المنطق اللي قلت لك عليه من شويه، منطق الاكاذيب، ان جامعه بنسلفانيا في برلين اثبتت مجموعه من العلماء في دراسات في اليابان انه بول البعير شفا وخمير،